أين مضى وما حال دورهم من بعدهم؟ قال وخلت منازله فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. ذهبوا رحلوا لكنهم خلفوا ذكرى في قلوبنا. خلت منازلهم منه لكن أعظم فقد آل بيت رسول الله. قد شتتوه بين مقهور ومأسور ومسموم ومذبوح بسيف. إنادي يأتي الوافد يقف على أبواب دورهم، لسان الحال يخاطب الدار قلها ما سايلك يا دار، وين أهل الحمية؟ حنت صاحت حسرتي ردت علي، بالله يا وافد لا تجي من بعدها العار، وإن جيت ما تلقى بهذه الدار مطعم. ليش راح الكريم اللي يكيل الجود وانعام؟ شالوا هجرني وعمر برور خلي يا وافد شاب الراس من كثر المسايل. قلنا لكم لحسين عن هالدار شايل، انتو وطروش الله والدوله رسايل، وقولوا إلجينا منازلكم خلي بسايلت يا دار سلطان الأماجي. في وين شيخت يا حزينة عيد العين؟ شهجة ظلت تنتحب والدمع تبدين. راعي الكرم والجود راح الغاضري، لكن الوافد يتجول بين الدور فيسمع في ظلمة الليل أنات وبكاء. من هذا الباكي؟ من تلك الباكية؟ محمد وأم البنين يناديان وحسين. بسايلك يا دار سلطان المدينة، من هالذي في الدار فاجعني ونينا. قالت أخوهم محمد اللي
خلي فينا بس ينتحب ويصيح ووحشة الأوطان. محمد وإلى جواره أم البنين وأمع يبكيان على العزين. كلما سمع محمد بقدوم ضعينا قالت له أم البنين قم واستعلم الخبر فلعل عندهم خبر عن الحسين. يطلع محمد يسأل القوافل لكن ما عندهم خبر عن الحسين. يوقف على الحدود ينادي بقلب موجوع يمتى يجي المرسول ويصيح البشارة أهل المدينة زينوا لحسين دارا. نذر علي لا طي الطارش بشارا وانشر بيارق في المدينة شمال ويمي. وإذا بالطارش أقبل ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم قتل الحسين. فأدمعي مدرار. خرج محمد ينادي ما الخبر؟ قالوا له غلمانه يا محمد لقد رجع أخوك العزين. قال احملوني حملوه إلى حدود المدينة وإذا بي يرى ضعين أعلامها سودايا والناس ما بين باك وباكيا. سأل ما الخبر؟ قالوا لقد رجع أخوك العزين. قال لا لا هذا ضع عنهم سود منشور أعلاما وما حد يقل الحمد لله على السلام. هذا ضع عنهم سود منشور أعلاما وما حد يقل الحمد لله على السلام. وإن صدق ظني هالضعان نسوى ويتام وما قدر أوصل لأخوتي يا خلق وجع. ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب كميل بن زياد رضوان الله عليه: يا كميل، العلماء باقون، ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة.
صدق عليه أفضل الصلاة والسلام. لتعجيل الفرج صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بداية وقبل أن أنطلق في حديثي، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. بداية وقبل أن أنطلق في حديثي، أقف لأقدم وقفة شكر لمنطقة الكور بشكل عام، ولهذا الماتم المبارك بشكل خاص، على هذه الوقفة التي تعبر عن تقدير للعلماء ولجهودهم وتخليدا لآثارهم، فشكر الله سعيكم، فالأمة التي لا تعرف قيمة علمائها أمة لا قيمة لها، إذ أن الخلود والبقاء والنهضة بالعلم والعلماء، فمن عظم العلماء عظم ومن قدرهم رفع. فهنيئا لكم وبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم. عندما يعقد هذا المجلس التأبيني باسم العلامة الشيخ عبد الحسين الستري، الذي ترك فراغا واسعا وجرحا بليغا في نفوس الناس بشكل خاص وفي قلب هذا الوطن بشكل عام، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يحشره مع محمد وآله الطاهرين. رجل يمثل قامة علمية كان لها تاريخها وآثارها، من عرفها فقد عرفها، ومن لم يعرفها فسيعرفها يوما ما، فقد خلد نفسه بمجد علمي وأثر اجتماعي ورسالي. عندما نقف اليوم لنتدبر مقولة علي عليه السلام في حق العلماء، حيث يقول: يا كميل، العلماء باقون ما بقي الدهر، وهي إشارة مهمة على اعتبار أن هذا النص شبيه بالمخصص في علم الأصول، فهناك عام يقول: كل من عليها فان، ويبقى من؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الخلود والبقاء لله فقط، وكل الخلائق إلى زوال وإلى فناء. فالإنسان متى ما رحل من الدنيا ذهب بآثاره وذهب بعينه، لكن هناك مخصص لأناس لهم خلودهم أيضا ولهم بقاؤهم، ولا نعني بالخلود الخلود الجسماني، ليس الخلود الجسماني، لأن الخلود الجسماني محال، كل من عليها فان، ولكن الخلود الاعتباري والمعنوي والذكري يمكن للإنسان أن يخلد نفسه ليتربع على قلوب محبيه أعواما وأعوام، ليذكره جيل بعد جيل. من المخلدات التي تبقي ذكر الإنسان حيا غضا في قلوب الناس أولها العلم. يقول علي بن أبي طالب عليه السلام: فقم للعلم لا تبغي به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. كل الناس
يعترضهم الموت والفناء والزوال، لكن العالم شريك معهم في الموت، يموت لكن له خلود على مستوى الذكر والبقاء. ولهذا يخلد الإنسان بعلمه. من هنا نفهم مقولة علي عليه السلام عندما يقول الناس موتى وأهل العلم أحياء، أو مقولته لكميل العلماء باقون ما بقي الدهر. رحمة الله تعالى على الفقيد المرحوم آية اللام لصدرة، هذا الفيلسوف الفقيه الذي هو صدر المتألهين، فيلسوف فقيه عالم متضلع في علوم عدة. هذا الرجل عندما رحل من الدنيا أوشك قبره على الزوال، دفنوه وبدأ هذا القبر يعتريه الأفول، ولكن ما خلفه هذا العالم من تراث علمي ومن كتابات معرفية عندما ظفر بها العلماء وجدوا أن هذا العالم يملك قبضة على العلم وله رد على آراء الشيخ الرئيس ابن سينا وعلى الفارابي وغيرهم من العلماء، فوجدوا أنهم يقفون أمام قامة علمية، فما كان منهم إلا أن عادوا إلى قبره، وإلى اليوم هذا القبر شامخ عادوا بناءه، عرفوا قيمته. بماذا؟ أحيانا يكون العالم مغمورا بين الناس فلا يعرفه الناس، ولكن عندما يطلعون على آثاره العلمية أو الاجتماعية أو الإنسانية فعندئذ يكون كبيرا بحجم ما قدم. فالعلم من أعظم ما يكون سببا من أسباب الخلود. ولهذا صدر المتألهين الآن قبره شامخ خالد له مزار. ما السبب في ذلك؟ تراثه العلمي. لماذا؟ خلد الشيخ الكليني، هذا الشيخ الكليني رحمة الله عليه رحل ولكنه خالد، ولماذا خلد المجلسي؟ ولماذا خلد الصدوق وغيرهم والشيخ المفيد وغيرهم من أعلامنا رحمة الله عليهم؟ العلم يا أحبتي أحد سلالم الخلود. من هنا علينا أن نعرف قيمة العلم ونتمسك ماذا به، فإن فيه ما فيه من الآثار. عندما نتكلم عن العلم ونحن نقيم مجلسا تأبينيا، لا شك أن الحديث ينعطف على صاحب هذه الذكرى العلامة الستري رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل الذي كان عالما فاضلا وقد كانت له قبضة قوية على العلم، ومن رجع إلى تاريخ تحصيله العلمي منذ صباه كان مولعا بالعلم وكان يبذل جهدا واسعا من أجل تحصيل العلم، وكان يخرج من جزيرة سترة عن طريق العبارة في البحر ليصل إلى جزيرة النبي صالح ليتلقف العلم ودروس المقدمات الأولى الحوزوية على يد العلامة الجزيري الشيخ حسين رحمة الله تعالى عليه، فيتكبد عناء الذهاب والمجيء بحرا. لماذا لا يكون ذلك إلا عند رجل عرف قيمة العلم؟ رحل إلى النجف الأشرف وكله شغف لينهل من المعارف، ولكنه ما أسرع ما عاد على أثر رحيل أبيه وعاد إلى وظيفته ليعمل بجد، وكانت شخصيته ماذا؟
شخصية مرموقة في عمله وما كان مسؤولوه ليفرطوا فيه، ولكنه بعد أعوام شد الرحال مرة أخرى ليترك الدنيا وما فيها ويعود إلى بغيته وإلى هدفه وإلى حلمه الذي حققه، فعاد إلى النجف الأشرف ليحط رحاله هناك ليأخذ العلم من كبار علمائها هناك. كان عالما ضليعا، بعد ردح من الزمن عاد إلى البحرين عالما فاضلا لديه ما لديه من العلم الذي أغدقه على قرى البحرين. كانت له دروس ومحاضرات مستمرة في المنامة وفي الدير وفي بوري وفي عالي، أحيانا لا يعرف الناس إنجازات العالم لأنه ماذا؟ في زمن لا يوجد الإعلام الذي في يومنا هذا. اليوم محاضرة في قرية من قرى البحرين، ها الكل يعلم من يقدمها وما محتواها وما أسرع ما تنتشر ها بين الناس، فتخرج من إطار أربعة جدران لتصل إلى الناس كافة. بينما في السابق كان للشيخ جهود مشكورة، حتى أنا ما كنت أعلم بذلك، ولكن بعد رحيل الشيخ بدأت المعلومات تصل إلينا من تلك القرى وكيف كان للشيخ دروس دورية في قرى متعددة، فكان يغدق علمه على الناس. أما في جزيرته وفي قريته سترة فلا ريب ولا شك أن عطاء هذا العالم لا حصر له ولا حد، وكان مجلسه مجلس علم. حتى أني أتذكر فترة عودتي من إيران حضرت إلى مجلسه لألتحق بدرسه، فكان يدرس كتاب اللمعة، وكان يدرس معه في بيته أيضا منهم السيد سلمان الستري والشيخ حسين العصفور حفظهما الله، لا زال موجودان، لا زال هذان العالمان موجودين ويعرفان ولهم علقة وطيدة بسماحة الشيخ ورفقة علمية أيضا. فحضرت وأنا كنت أحد أبنائهم لحداثة سني أيام بسيطة، فرفض الشيخ أن يبقيني فقال لا تبقى معنا واذهب شنو والتحق بحوزة رسمية في البحرين. وعلى أثر إرشادي توجهت إلى حوزة الغريفي. كان مجلس الشيخ درس، ولكن أصحاب الحوائج ماذا لا ينقطعون بين داخل وخارج، فأبى الشيخ لي أن أبقى وقال اذهب والتحق بحوزة رسمية هناك، وبالفعل التحقت بحوزة الغريفي. لاحظوا كان مجلسه العلمي مستمر، ولحظة عودته من النجف الأشرف كان يقدم دروسا عليا. قبان وجود جمعية التوعية إذا أدركها بعض الأخوة أو تشرف البعض من الأخوة بحضور دروسه، فقد كانت دروسه تعتبر من الدروس المتميزة الثقيلة علميا. وكذلك في المدرسة المنصورية في سترة التي أنشأها العلامة الشيخ منصور الستري رحمة الله تعالى عليه. لاحظوا يا أخوة هذه الجهود العلمية تخلد الإنسان وتبقي له أثر. ولهذا نفهم لماذا يقول علي عليه السلام لكميل الناس موتى، عفوا العلماء ماذا باقون ما بقي الدهر. المخلد الثاني الذي يخلد به الإنسان ويبقى أثره من بعد رحيله النية الصادقة. قد يكون العمل شنو صغير، ولكن النية تحول العمل إلى كونه كبير. قد يكون عمر العمل الذي ينجزه الإنسان عمرا محدودا، ولكن ببركة صدق نيته وإخلاصه لله يبقى العمل دائما مباركا وله آثاره بعد رحيله. علينا أن نراقب نياتنا في أعمالنا، قد تنجز عملا صغيرا على مستوى العلم، على مستوى المجتمع، على
مختلف المستويات التي يمكن أن تصدر من الإنسان، فإذا كان العمل فيه نية الإخلاص. لاحظوا أحيانا يكون العمل كبيرا خارجا لكنه على مستوى النية صغير، فيكون مشمولا بقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. عندهم أعمال لكنهم للأسف شنو؟ من الأخسرين أعمالا، ولهم سعي، لكن الله يقول الذين شنو؟ ضل سعيهم في الحياة الدنيا مساكين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. المعيار والقيمة ليس بالكم، وإنما القيمة للأشياء بماذا؟ بالكيف. فالعمل الخالص لله يبقى، ولهذا النية الصادقة تجعل من الصغير ماذا؟ كبير. رحمة الله تعالى على السيد محمد كاظم اليزدي المرجعية العليا في النجف الأشرف، هذا العالم الفاضل تزعم المرجعية في النجف الأشرف زمنا طويلا، فلما عزم على العودة إلى مسقط رأسه يزد، ويزد في إيران، وفي تلك الحقبة الزمنية الانتقال من بلد إلى بلد ليس بمثل هذه السهولة، فلما عزم العودة إلى يزد أولا أخرج من خالص ماله مالا واشترى لنفسه كفنا وأعطاه أحد الصديقين، أعطاه الفلوس قال لي روح جيب لي كفنا، راح له اشترى له كفن خالص، سلمه إلى أحد الأعلام الأفاضل وأمره أن يخط عليه وأن يكتب عليه القرآن بتمامه. وبالفعل هذا العالم التقي الورع جلس في حرم أمير المؤمنين عليه السلام مشغولا بكتابة القرآن على ذلك الكفن، لأن السيد اليزدي لا يعلم أن يعاجله الموت في طريق عودته أو لا، طريق شاق. فلما أكملت كتابة القرآن سلم الكفن المميز إلى منه، يعني تخيل عليه القرآن وكتب بجوار أمير المؤمنين عليه السلام، أخذه السيد اليزدي رحمة الله عليه وشد الرحال في طريق عودته إلى يزد، أولا ليودع سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. فلما وصل عند الحسين بقي أياما، وهناك أخرج كفنه عند الحسين وكتب عليه أيضا زيارة عاشوراء على الكفن. شوفوا قيمة، أنا أريد أبين لكم قيمة هذا الكفن. بعد أيام شد الرحال وقطع الطريق إلى أن وصل إلى يزد. أول ليلة نام فيها آية الله اليزدي، وإذا به يضع رأسه على الفراش، وإذا بسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام أقبل إليه، قال: يا سيد اعطي كفنك لكريم الأسود. لاحظوا، وراح عن الحسين، قعد السيد اليزدي المرجع الأعلى مشغول البال، سأل من حوله من هو كريم الأسود، سألوا في محلة السيد من هو كريم الأسود. هذه الرؤية فيها دلائل الصدق، وهذا رجل تقي عالم مرجع، الإمام الحسين يأتي له ويقول اعطي كفنك كريم الأسود. تصرم اليوم الأول وما عرف من هو كريم الأسود، رد وضع راسه يوم ثاني، وإذا بالإمام شي يقول، رد رجع إليه قال اعطي كفنك يا كريم الأسود، عاود السؤال فلم يظفر بخبر من هو كريم. سأل في المحلة في المنطقة لم يعرفوه. في الليلة الثالثة وضع السيد اليزدي رأسه
وإذا بالإمام الحسين على رأسه يقول له في الرؤيا: يا سيد، ما أعطيت كفنك لكريم الأسود؟ أفاق السيد من نومه قال: خذوني، لأن ثلاث مرات الحسين جاي الأمر طارئ والرؤية صادقة حتما. قال: خذوني إلى المقبرة، ودوني مقبرة يزد. الآن أخذوه بظلمة الليل المرجع الأعلى، ماشي، وصل هذا العالم الجليل إلى المقبرة، وإذا المغتسل مضاء، أكو بنور بالداخل. ما أن وصل السيد ومن معه إلى المغتسل، وإذا بالباب انفتح وخرج مؤمن، أحد المؤمنين، وسلم على سماحة السيد ورحب به، ثم قال: سيدنا، أين الكفن؟ وين الكفن؟ قال له: ومن يدريك؟ قال: سيدنا، الذي جاءك في الرؤيا جاءنا، احنا بعد جانا غسل كريم الأسود، ها؟ وانت الحسين جاك أيضا، وين الكفن؟ تعجبوا، أعطي الكفن، كفن، من هو كريم؟ من هو كريم الذي هذا الكفن المميز يكون له؟ والمرجعية العليا، ها، كبير الطائفة يخرج يبحث عنه، ومؤمنون يأتي لهم الحسين لتغسيله. رجل مؤمن، أبرز ما يميزه صدق النية. كان كريم الأسود رجل يعمل في السوق، لكنه من الطاهرين الأنقياء الذين لا يأكلون حراما بعد، وله علقة مع الحسين. إنسان عادي، حمالها بسوق يزد، في سوق يزد الناس تشوفه رايح جاي، بس إنسان عفيف وتقي وورع، وما ترك زيارة الحسين 50 سنة، ما في يوم يفوت، لازم في صبيحة كل يوم يتوجه إلى الحسين ويزور أبا عبد الله الحسين. ما هو عالم وله فقيه، ها، وله، ها، وليس بشخص معروف ومميز، لكنه إنسان عند الله كان صادقا، ونيته ماذا؟ خالصة لله. هذه النوايا، هذا الإنسان الصغير بين الناس بإخلاص نيته جعله الله كبير. إلى اليوم له مقام في سوق يزد، في محلة يزد، يسمى بمقام كريم الأسود. من الذي اكتشفه؟ ومن الذي دل عليه؟ دل عليه الحسين عليه السلام. لماذا؟ صدق النوايا. المسألة يا أحبتي تعود إلى النية. كلما كانت نية المرء خالصة، دلائل العناية الربانية تكون حاضرة. أحد زملائنا ومعارفنا في النجف الأشرف لا زال باقيا، هو أمرنا ألا نذكر اسمه طبعا، يقول: كنا في ضيافته أنا مع بعض الأخوة العلماء، يقول: البارحة فرغت من كتاب الكفاية، وكتاب الكفاية من الكتب الحوزوية التي لا يكون الفقيه والعالم عالما إلا بقراءته، لابد يدرسه، وهو يدرس في ماذا؟ في السطوح العليا، لابد تمر به حتى تصل إلى البحث الخارج لتتهيأ للفقهاء، وكتاب ثقيل علميا. يقول: كنت مشغول بتحقيقه. شوف، لما يكون العمل بنية خالصة، دلائل الصدق وقبول العمل حاضرة. يقول: آخر يوم أنجزت الكتاب بعد عناء طويل، يقول: فلما أكملته وضعت رأسي مرتاح، أنجزت هذا الكتاب لله تبارك وتعالى، ولأن النية صادقة. يقول: بس غمضت عيني وإذا الشيخ الأخوند صاحب الكتاب، وكان المرجع في زمانه صاحب الكتاب، أقبل إليه في الرؤيا يبتسم في وجهي ويقول: أتعبناك يا سيد، سامحنا، تعبناك. هاي الرؤى يا أحبتي فيها دلائل الصدق، ولو لم يكن مخلصا في عمله لما رأى ما رأى.
هذه حقائق التفتوا لها، نية المرء. وهذا الحديث ينساق بنا للحديث حول العلامة الستري رحمة الله عليه. فما لا يعرف الكثير من الناس ما يتمتع به هذا العالم من طهارة قلبية وعفة لا نظير لها. اشتغل، هي قضية قلما يعرفها البعض، الشيخ أبان وجوده رحمة الله عليه في النجف الأشرف، اشتغل بتأليف كتاب. شنو هذا الكتاب؟ التفت إلى هذه القضية. يقول فضيلة الشيخ جعفر ابن الشيخ عبد الحسين الستري حفظه الله، يقول الشيخ جعفر لما كنا مع الوالد في النجف الأشرف وكنت أنا فتى شباب، يقول يوم من الأيام رأيت رؤيا في النوم. الشيخ موجود، شيخ جعفر، يقول شفت رؤيا بالنوم. شنو الرؤيا؟ لاحظوا دلائل الصدق. يقول فرأيت خاتما، يقول أنا في عالم الرؤيا شفت خاتم جميل جدا. يقول أخذت الخاتم أنظر إليه غريب، فأخذته إلى جدي اللي هو والد الشيخ عبد الحسين الستري، فقلت له يا جد انظر إلى هذا الخاتم. أخذه مني فنظر إلي فقال هذا، لاحظوا شوف الرؤية، هذا خاتم الشيخ يوسف البحر، الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه، صاحب كتاب شنو؟ الحدائق. وسيلبسه أبوك اللي هو منه شيخ عبد الحسين. يقول أنا قعدت من النوم بس هاي الرؤية، رحت إلى أبوي إلى الشيخ فقلت له بابا أنا البارحة رأيت رؤيا، شفت خاتم وشفت جدي، جد متوفيها متوفي، حتى الجد متوفى يعني، بس هاي كلها عالم رؤى. يقول فشفت خاتم فرأيته، أريته جدي في الرؤيا، فقال هذا خاتم الشيخ يوسف البحراني وسيلبسه أبوك. طالع الشيخ وتبسم قال صدقت. قال شو السالفة؟ قال أنا الآن مشغول بتلخيص كتاب الحدائق للشيخ منه يوسف، وأحتاج إلى سنتين فأنجزه. كتاب الحدائق 39 مجلد ملتفتين، وكتاب بحث خارج استدلال عميق، واختصار كتاب بهذا الثقل يحتاج إلى قوة ومسكة علمية. يقول باقي لي سنتين، ها سنتين وينجز الكتاب ملخص الحدائق 29 مجلد على الأقل، إذا أقل شيء 10 مجلدات. يقول الشيخ جعفر بالفعل تمضي الأيام الليالي إلى أن أنجز الكتاب، ورجعنا إلى البحرين. يقول وبدأنا نعمل عليه أنا والوالد والشيخ حسين العصفور. يقول أنا أتيبه، يقول كان بزمن الآلة الكاتبة ممنوعة، ها وكان الشيخ يملي وأنا أتيب، شغل موجود على العمل، ولكن في ظل الأحداث التي مرت بها البلاد صدر كل شيء وذهب الجهد والآلة والعمل ولم يبقى شيء. ماكو، دخلت وسائط كبارية، حج حسن العالي، من منصور العالي لإرجاع الكتاب، ولكن لم ينفع شيء. في النتيجة هاي الرؤية، أنا هاي شاهد الرؤية يا أخوة، هاي الرؤية ما أجي إلا لأن النية شنو؟ صادقة، يجعل العمل كبير. ترى أنت تؤجر بنيتك، حتى لو راح الكتاب، حتى لو سعيت لعمل، أنت تنام نيتك أن تصلي صلاة الليل ويغلبك النوم فيكتب في سجل أعمالك أنك صليت الليل، تخرج من دارك لتحضر للمأتم بنية صادقة، ويعترضك عارض فتجد في سجل أعمالك ماذا؟ مكتوب حضر ليستمع وهو لم يحضر جسدا. ولهذا النوايا يا أحبتي مهمة، يكون الإنسان عظيما عند الله عز وجل بنيته. وكان سماحة الشيخ الستري رحمة الله عليه نموذجا لعلماء البحرين
الأفاضل الذين أخلصوا النية لله تبارك وتعالى. آخر المخلدات وهي كثيرة ولكن حسب المقام، المخلد الثالث الإنجاز، بإنجازك تكون خالدا. الناس ثلاثة أصناف: صنف يعيش على هامش الحياة لا يذكره الذاكرون، وأقصى ما يجده من الناس عندما يعاجله الموت أن يقرأ على قبره الفاتحة ثم يكون مع من نسي من المنسيين، ما عنده بصمات، لم يترك أثرا. هذا إنسان عايش على هامش الحياة، إنسان سلبي، ليس له حضور لا اجتماعي لا حضور رسالي لا حضور تربوي أبدا، إنسان همه نفسه، فيعيش بين الناس ثم يقبر فينتهي ذكره. وأكو صنف ثاني، لا، إنسان ملأ الأرض شرا وظلما وفساد، هذا ما ينسون الناس، لكن ماذا يدفنون؟ واللعنات ماذا لا تنتهي، كلما ذكر كلما ذكروك نزل عليه وابل من اللعن. لماذا؟ خلد نفسه بالسوء. وأما الصنف الثالث فأولئك الذين خلدوا في قلوب الناس بإنجازات إيجابية، قدموا بصمات على مستوى الخدمة الحسينية، الخدمة الاجتماعية، في الصندوق الخيري، في الماتم، في الجمعية الفلانية، أستاذ فاضل صنع وربى جيل، إنسان في لجان التعليم الديني، مجالات العطاء كثيرة، أب مو بالضرورة بهذه المجالات، أب مسن لعله لا يعرف القراءة والكتابة ولكن أحسن تربية من أولاده وأنتج جيلا صالحا، هذا بعد منجز فيذكر بما أنجز. من يشوفون أولاده ترحموا عليه لأن ترك إنجاز، فلهذا مجال الإنجاز واسع ويختلف الناس فيه. من هنا تجدون أن المنجزين عادة يكون لهم البقاء ويكون لهم الخلود. وأعظم مصاديق الإنجاز أن يوجد الإنسان وأن يخلف الإنسان من بعده أمة، وهذا ما فعله النبي المصطفى أبو القاسم محمد. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر من المنجزين. فالدكتور مايكل هارت، هذا الرجل الأمريكي الذي ألف كتاب المئة العظماء منذ فجر البشرية إلى يومنا هذا، وضمن في كتابه مئة عظيم، وكان معيار التفاضل بينهم الإنجاز. ما له علاقة بدينهم ولا بالقومية التي ينتمون إليها ولا بلغاتهم ولا بمواقعهم الجغرافية من أي بلد أبدا، المعيار هو ماذا؟ الإنجاز. والمؤلف بروفيسور أمريكي مسيحي، وكان الناس يتوقعون أن يصدر الكتاب وفي طليعة العظماء هو من؟ السيد المسيح عليه السلام، ولكن خرج الكتاب وفي طليعة أعظم العظماء هو حبيبنا ونبينا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد. الإنجاز الذي قدمه الرسول صلى الله عليه وآله به صار خالدا. وعلى هذا الأساس علينا أن نسأل أنفسنا، هل نملك إنجازا في الحياة أم أننا نعيش على هامش الحياة؟ نحتاج أن نراجع أنفسنا ونجد في سجل حياتنا، هل نجد فيها ما نكون به من الخالدين أو لا؟ رحمة الله تعالى على علمائنا الأعلام الذين أنجزوا إنجازا، ومن أعظم الإنجازات العلمية
شيخ الطوسي شيخ الطائفة رحمة الله عليه، كان يعيش في بغداد، وفي ظل النزاعات الطائفية هجم على بيته وحرق بيته، حرق البيت وكرسي العلم الذي كان يحاضر فيه، وحرقت مكتبته، وكانت له كتب لما أحرقوها عاد مرة أخرى وألفها. تخيل، حرقوها وردعاء ود مرة أخرى وبدل الوسف أعاد ماذا؟ بتأليفها. هذا إنجاز. الشيخ يوسف البحراني، هاي الموسوعة الحدائق، اقرأ في تاريخه كم مرة فقد بعض مجلداتها فيعاود مجددا ويعيد الكرة فيؤلف ماذا؟ تلك المجلدات. المسألة، هذا الإنجاز يحتاج إلى إرادة وإخلاص. من هنا تجدون يا أحبتي يوجد بين أناس أنجزوا هذا المأتم مثلا، إنجاز من ساهم فيه ترك بصمة عظيمة. كل شيء في مجتمعنا يمثل بصمة إنجاز، وعلينا أن نخلد المنجزين بيننا، أبناؤنا. نحن كنا صبية صغار وفي المدرسة أساتذة علمونا وبذلوا ما بوسعهم، فنحن ثمرة ماذا؟ جهدهم. هذا إنجاز، فلا يتنكر أحدنا لإنجاز الآخرين. علينا أن نعترف بالمنجزين، فإننا لو قدرناهم سيكثر أمثالهم. نحتاج إلى المنجزين، ولهذا بصمة الإنجاز تخلد صاحبها. والعلامة الستري عندما نفتش في إنجازه فله بصمات لا يمكن أن تنكر. فهذا العالم الجليل ببركات جهوده وسعيه أسست الحوزة العلمية، حوزة الغدير، ولا زالت شامخة وستبقى بصمة إنجاز لهذا العالم الجليل. ها هو أيضا مسجد الغدير، المسجد العامر بالعبادة والذكر، أيضا لسماحة العلامة بصمات وآثار. الشكر موصول لمن بذل المال في تشييده، ولكن جهد الشيخ رحمة الله عليه وسعيه لا ينكر. ها هي جمعية ماذا؟ الغدير لعلوم القرآن، هذا كل مجمع علمي إلى بعضه البعض، تعليم قرآن وحوزة علمية وحوزة نسائية وجامع. هذا إيش؟ إنجاز ضخم، يرحل الإنسان وقد ترك أثر. مجلس علماء سترة اللي كان ينطلق بجهد كبير وعمل واسع ببركات وببركات توصيات سماحته وبإشرافه أيضا، هذه إنجازات. وغيرها، صندوق الخير ما كان يستغني عن سماحته، الجمعيات الحسينية، الجمعيات الخيرية، كلها كانت تلجأ إلى الشيخ في مسائلها الشرعية وفي أخذ ماذا؟ النصح من سماحته. هذا النوع من الحضور الإنجازي إن دل على شيء إنما يدل على أن هذا العالم ترك بصمة إنجاز عند جميع المؤسسات، وسيبقى خالد الذكر بها. نحن ماذا فعلنا؟ وهذا أمر يرجعنا للحديث عن أنفسنا، هل قدمنا ما نخلد به أو لا؟ ولهذا عندما يتأمل الإنسان إلى نفسه فليسعى ليبذل ما يملك، ليترك بصمة في هذه الدنيا يخلد بها، فتمثل إنجازا أثرا يذكر به. الله عز وجل لا ينسى أحدا من عباده، ولكن يريد من عباده أن يبقون، لأن الإنسان المنجز يكون عامل تحفيز للآخرين في العطاء وفي البذل. ولهذا أعظم الباذلين وأعظم المنجزين هو إمامنا الحسين عليه السلام. هذا الإنجاز الكبير الذي قدمه سيد الشهداء في كربلاء، فقدم روحه ومهجته وأهله وما يملك، وهو يقول: اللهم إن كان هذا يرضيك
فخذ حتى ترضى. لماذا خلد هذا المنبر؟ سؤال. هذا المنبر الآن الذي لا تكاد ترمي بطرفك في قرية إلا وتجد ذكر الحسين حاضر، هذا نوع من الخلود. هذا الحسين الذي كما نسب له أنه يقول: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. إذن عمله لله: فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. قدم كل ما يملك لله حتى وقع على الأرض مدرجا بدمائه، فكان قربان كربلاء. هذا القربان من الذي قدمه؟ جاءت إليه زينب مسرعة: روحي فداها. اجت إليه ووقفت عنده. زينب لها وقفتان عند الحسين: وقف ما قبل الرحيل ووقف ما بعد الرحيل. أما وقفة ما قبل الرحيل وكان فيه رمق من الحياة، عندما وقفت على التل الزينبي تنادي: أخي حسين، إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. قام الحسين من موضعه والدماء تسيل من بدنه، خطى خطوات وقع على حر وجهه. ثلاث مرات يقع أبو عبد الله الأوزاعي، لكن لم يصل إلى زينب. وصل إلى زينب أنين الحسين، وإذا بزينب تنادي: سور الحرم يا حسين لا تجذب الونا، ملكت يا عزنا من الخيام تهدأ الرنا، ودي أوصل مصرعك وانجدل وياك، لكن شبيدي ولازم ذيالي يتامى، ولو يقدر السجاد ينهض كان جين خدكني وسده، وبالدمع نغسل الطبرة. وصلت إلى الحسين وقفت عنده، قالت: أنت الحسين؟ فلم يكلمها: أنت شقيق فؤادي؟ فلم يجبها. أقسمت عليه بأم الزهراء. أفاق الحسين من غشوته، نادوا: خيانا الحسين، وخي عودي إلى الخيام وتكفلي بالأيتام. وإذا بزينب تنادي: يا نبع عيني لباري لك عيالا. ونبروحي لزقد لك أطفالا. يا خوي الموت لو يرضى بدالك، رحنا طبق كلنا فدال.
وأما الوقفة الثانية عندما وقفت عند ذلك الجسد وضعت يدها تحت جسد الحسين جثة بلا رأس ورمقت بطرفها إلى السماء نادت إلهي تقبل منا هذا القربان. ما هي إلا لحظات وإذا بالصياط على متن زينب والمنادي ينادي ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العيز والبزيل إذ لا نظرت نحو الحسين نادت يردون نسافر يا بعد أهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقي لا تقول خلتني العزيز بغير تغسي لا تقول عني سافر وما ودعوني شالوا خواتي وللقبر ما شيع يا ليتهم وياك بالبر يتركوا ولا روح حسرة ميسرة فوق الماء اخويا لا ما عندك مروة خويا لا تقول ضيعت الأخوة ترى ما خذتني يا حسين قوايا وزجر صوته علمتني تلوى أوال الزجر صوت على امتوني يا تلاو تبكي تنادي مالي دعوتك لا تجيب ولم تكون عودتني من قبل ذاك صدودا ألمحنة شغلتك عنا أم قلا حاشا إنك ما بريع ودود اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا